عالم كابتن الجوهري بعد سنين طويله غياب، وبرده كابتن جمال شمس حطنا على الطريق الصحيح كده. المقارنه دي صحيحه؟ هي طبعا المقارنه طبعا صحيحه، ان كابتن جمال شمس يعني كان فكر عالي جدا جدا في التدريب، كان معتمد طبعا على ان هو الفرقه الشباب ديت اللي هي تبقى نواه حسنه للمنتخب الاول، والحمد لله ان احنا المنتخب الشباب ده طلع منه حوالي 6 7 لاعبين للفريق الاول، اللي هو تكمله الناس اللي كانت موجوده، كان ساعتها احمد العطار وايمن الصلاح وحسام غريب وياسر لبيب. طبعا كابتن ياسر لبيب لحقتوه لحقناه طبعا. فالمجموعه اللي طلعت ديت قدر كابتن جمال شمس ان احنا نكمل كل المجموعه نخش على الفريق الاول، وفضلنا بقى ماشيين على طول الفتره كلها، قعدنا لحد 2001 الانجاز اللي حصل في كاس العالم فرنسا 2001 يعني رابع اكبر انجاز حصل في بطوله العالم لاي فريق افريقي وعربي حتى. اول انجاز طبعا احنا الرانك بتاعنا دلوقتي الرابع، بس ما خدناش رابع، احنا خدنا رابع اولمبياد، احنا خدنا رابع اولمبياد ما خدناش بطوله العالم. بطوله العالم يعني بطوله العالم الاخيره طبعا اللي كانت هنا في مصر 2021 طبعا حققنا المركز السابع. بس ان شاء الله بتوقع اللي جايه السنه الجايه، لا ان شاء الله باذن الله البطوله اللي جايه باذن الله هيكون في انجازات في منتخب كويس، في عناصر منتخب الشباب ومنتخب الناشئين. طبعا منتخب الشباب كابتن طارق محروس طبعا خد البرونزيه طبعا، دي حاجه طبعا انجاز كويس. في عدد لعيبه كبير، عدد لعيبه كبيره من المنتخب الشباب بتاع 98. هو بيؤمن دايما كابتن طارق محروس بالشباب؟ طبعا كابتن طارق محروس يعني يمكن هو يعني الحته بتاعه الشباب ان هو يصعد ناس من الفئات السنيه اللي تحت، انه الفئات السنيه تبقى موجوده مع الشباب فوق، فدي بتبقى حاجه كويسه طبعا يعني. طب قول لي يا كابتن، يعني انت اكيد يعني رحلتك مع المنتخب يعني رحله جميله وعظيمه، اكيد مع النادي الاهلي برضو، يعني مع النادي الاهلي انت حصلت على بطولات كتير وافريقيا، ايه اغلى بطوله يعني عندك معززه الى قلبك خدتها مع النادي الاهلي؟ هو طبعا انا عايز اقول حاجه، من التسعينات لحد يعني اواخر التسعينات كان طبعا النادي الاهلي محققين بطولات دوري وكاس وبطولات عربيه كتير جدا، قدرنا ان احنا نطلع بيها الرينك كويس جدا للفريق طبعا. لكن في حاجه بطوله اللي هي يمكن بطوله افريقيا دي اللي بعتزي بيها جدا، لان البطوله ديت كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، وكانت طبعا كانت فين يا كابتن؟ كانت في الجزائر. وكانت سنة كام تفتكر بالظبط؟ حاجة و90 ولا حاجة و90 حاجة و90 أواخر التسعينات. كان الفاينل مع مين يا كابتن؟ كان الفاينل مع تونس، كان الفاينل مع تونس. يمكن بس عشان كنا المنتخب يعني كنا المنتخب كان أوريدي كان بيتأهل، أول 7 في العالم كانوا بيتأهلوا للأولمبياد وكأس العالم، فما كناش طبعا بنروح بطولة أفريقيا كتير يعني. فهو ده يمكن عمل الجاب شوية ان يقول لك منتخب تونس واخد أكتر شوية من منتخب مصر. لا، وهي مش كده، ان احنا كنا اوريدي بنطلع على العظماء الثمانية بتهيألي كده، العظماء السبعة، كان في بطولة العظماء السبعة وبعد كده الأولمبياد انت أول 7 بتمرشح بيهم يعني. احنا كل بطولة من أول أيسلندا وبعد كده أيسلندا اليابان وبطولة العالم في مصر 99 وبعد كده 2001 حققنا المركز الرابع طبعا الانجاز بتاع المنتخب، فكان كل ده بنطلع على طول اوريدي للبطولات يعني. بس طبعا النظام دلوقتي اتغير بقى، لازم بطل افريقيا وتروح بطولة افريقيا، فهو ده اللي. طب نرجع لبطولة افريقيا، كان النهائي مع فرقة تونس، وكان فرقة تونس صح؟ ده كان النهائي مع فرقة تونس، والحمد لله ربنا كرمنا، كان ساعتها كابتن مستر زران وكابتن محمد الالفي زران. كان وكان مباراة صعبة طبعا جدا، وكان فاكر خلصت كام؟ تقريبا خلصت اعتقد يعني خلصت مثلا 22 20 حاجه كده، فرق واحد او اثنين يعني. كان مباراه صعبه جدا. حطيت فيها جون كام جون تفتكر؟ 6 جوان او 7 جوان ما شاء الله يعني تقريبا. انت بتتكلم لو قلنا 22